هذا الوضع الحالي وكنقوموا بالتشخيص ديالو، ولكن كنتمناو حنا يعني من دابا واحد 30 سنه ولا 20 سنه ما يبقاش هكا، ما يبقاش بناتنا كيهضروا بهذه الطريقه هذه، تكون الحقوق يعني كلها يعني مكتسبه، يعني الذكر يقبل الانثى بجانبه تجميع في المطبخ في الشارع في اي مكان، والانثى كذلك يجب ان تحترم الذكر حتى يتم اصلاح المجتمع بصفة عامة، وأن تنشأ أجيال يعني قادرة وقوية على مواجهة المصاعب الكبرى، يعني غادي يكون الإنسان يعني منتج، يعني منتج مفكر، يعني يزيد الثقافة في جميع المجالات وإصلاح المجتمع بصفة عامة. شكرا على هذه العروض القيمه، وبالاخص الاستاذه الفاضله على عرضها القيم الذي استفدنا منه الكثير، ونشكر كذلك الحاضرات اللواتي ساهمن معنا في هذه الامسيه الرائعه، واعتقد او اضم صوتي الى صوت الاخوات الاخريات اللواتي تدخلن في المشكل الذي تعاني منه المراه حاليا، ومشكل العقليه الذكوريه. المرأة في صراع مع العقليات الذكورية، هذه العقلية التي لم تستطع حتى الديانات السماوية أن تغيرها، فما بالك. إذا نحن الآن يعني أمام نتطلب مجهود جبار، نحتاج إلى مجهود جبار لأجل هذه المواجهة، وأعتقد أن المرأة بإمكانها أن تساهم في هذا التغيير بقدر كبير. لماذا؟ لأنها مربية أولا في البيت ثم في المدرسة، وبالتالي باستطاعتها أن تغرس مجموعة من القيم النبيلة في هذا النشء، والذي بدوره سوف يساهم في تغيير هذا الوضع. هذا هو يعني أطرح. قلت أن المرأة هي مسؤولة عن التربية، وهي باستطاعتها أن تغير الوضع دون أن تعتمد أو أن تنتظر التغيير من شخص آخر. إحنا ملي كنشوفو هاد التطبيق ديال القوانين نجد على أن الذكور هم الذين يملكون زمام الأمور، لأن المرأة غائبة في 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 مراكز القرار. إذا هاد القرارات تأتي من عقلية هي معادية للمرأة، وبالتالي فهي يعني تطبق ما تريد. وشكرا. هذا النشاط هذا الدول اللي بطبيعة الحال تم تنظيمها من طرف كل من جميع المغاربة في إنسان، اتحاد نساء التعنيف بالمغرب ونقابة المحامين بالمغرب. كنحيي أيضا المرأة المغربية على تضحياتها ونضالاتها، والامهات والشابات والعاملات الى اخره، والتحيه خاصه للمراه الفلسطينيه على مقاومتها للاستعمار الصهيوني واحتلال ارضها، والدفاع عن مكتسباتها في الدفاع لكنس الاحتلال واسترجاع حقوقها. كما لا ننسى ادانتنا ل القن تعرضت له الأستاذة المتدربة واللي أدى إلى إسقاط جنينها من طرف مخزن الأيام. تحية نضالية للأستاذة. وصفت عار على جبين المخزن في هذه المسألة. بالتالي أنايا بالنسبة لنا هذه الندوة رغم تواضعها ورغم أننا إمكانياتنا بسيطة، فهذا يدل على ان صوتنا صوت مرتفع. هذا اللقاء الناجح والذي استفدنا منه الكثير، وتعرفنا على مجموعه من الامور خاصه في المجال القانوني الذي كما سبقت الاشاره اغلبنا نغفله ولا نهتم به الا عند الحاجه او عند وقوفنا عاجزين حول مساله من قانونيه معينه. ثم اشكر كل الاستاذات والاطر القائمة على مستعدة على تربية أجيالنا الصاعدة، والتي تؤكد كما ألاحظ وتسعى لغرس بذرة
الجد وكذلك بذرة المساواة بين هذه الفئات الصاعدة. فقط تبادرت إلى ذهني فكرة وأنا أتسلم هذه الزهرة الحمراء، فقد أعادتني إلى التغلغل في عمق التاريخ وفي عمق الحضارات والأساطير، حيث تذكرت تلك الأسطورة التي تقول بأن الإله الخصبي يموت عند كل فترة معينة، ثم تأتي حبيبته وتقوم بالبحث عنه لدرجة أن تدمى قدماها وتتساقط قطرات الدم على الأرض فتنبت هذه الزهرة الحمراء الجميلة. إذن هنا عندما تجد هذا الحبيب وتقبله تعيده إلى الحياة. إذن إذا تحدثنا عن التقبيل فنحن نتحدث عن الحب، فالحب وحب هذه المرأة هو الذي يعيد هذا الرجل إلى الحياة، ودماؤها التي تسيل على الأرض من شدة تعبها في البحث هي إذا ربطناها بواقعنا هي كل تلك التضحيات وذلك الجهد الذي تبذله هذه المرأة من أجل أن تدفع بهذا الرجل نحو التقدم ونحو النجاح سواء في البيت أو خارج البيت. لذلك ومن هنا نلاحظ هذا الدور المهم الذي تقوم به وجعلها تكون بالفعل النصف المكملة للرجل. لا نعطي كل الأهمية للمرأة، ولكن لابد أن ننطلق من فكرة هذه المرأة المضحية وأن نفكر بالمناصفة وبالتشارفية. فلكي نحقق هذا المجتمع الناجح لابد أن نتشارك في مهمة الاجتماع كطرفين ناضجين وكطرفين يملكان نفس الحقوق ونفس الواجبات حتى نتمكن من الوصول إلى بر الأمان، وكذلك حتى نتمكن من السعي في تحقيق الغرض والمطلوب الأساسي وهو حقوق الإنسان بشكل عام، لكي لا نفرق بين ولكي لا نجزئ. الأساسي أن لا نلجأ إلى التجزئ، حتى إن جزأت الأمور لكي أفهمها وأعيها جيدا فلا بد أن أعود إلى مرحلة الجمع والانطلاق من الكلي حتى أصل إلى الاستنتاجات والقواعد العامة التي أبني عليها مبادئي وآرائي. إذن من هنا يجب أن ننطلق من هذه الفكرة حتى نحاول جميعا أن نرتقي بهذا المجتمع وأن نجعله يرتقي ويصل إلى درجة المجتمعات الناجحة والمجتمعات القادرة على المواصلة وعلى تحقيق حقوق الإنسان المطلوبة بطبيعة الحال. وشكرا مجددا لكل الفئات الشاكرة على هذا اللقاء. كاملة حدلة نضال خاصة في مدينة التزايني، راه كنحيي هاد الهجوم اللي كاينة دابا، وهادي راه واحد البادرة كبيرة. لأن يمكن إلا نطلقت غير من التجربة ديالي الخاصة وزرت يعني وطنيا وشاركت يعني في نضالات وكليت العصا هانية الحاجة الطبيعية. للإشارة على للإشارة الأخت بشرى المراسلة الصحفية، راه كتشتغل في التعليم والصحافة. زيد شكرا. وبالنسبه للعمل الجمعوي حقوقي نضالي او لا، يعني راه المغرب كله خدام، راه المراه كنحيوها بجميع كاع الجوانب اي مجال. يعني ملي كنتكلموا حنا على الحقوق هنايا راه ماشي زعما كاين بالضروره غير حيت المراه في التعليم، اي مجال حتى في العروبيه راه ولات المراه مسكينه كتشتغل، راه كيديروا داك الجمعيات داك التعاونيات وما ابسط الاشياء. راه تكون في الواقع وتكون في الجبل، جبل بنادم المرأة شنو كاين؟ هنا كتحيا واحد تحية نضالية كبيرة. تحية نضالية للمرأة القروية. قروية. تحية نضالية للمرأة القروية. المرأة القروية والمرأة المغربية اللي معنا في المغرب كامل كنحيوا عاوتاني كنشوفوا المعاناة ديالها. مشات في مجالات أشهر كتعاني بزاف، خاصة ديال الأطفال ولا في يعني الحقوق ديالها مهدورة. أنا نقول لكم واحد الحاجة اللي تاتني في العروبية. المرأة كتمشي لها ديما خير. والله كنسبر فينا الدول ديال القهوة. وأنا كنحيوا. ما يلمسني. أنا هذه بنيتي.
حنا كنحمدو الله ونشكرو، هادشي اللي وصلنا له راه كاين نضال، وما نستعنوش بالمرأة، راه المرأة واقفة أي مجال، راه وطنيا واقفة. المهم بلا ما نقول لكم لأن راه بزاف المجالات باش ما يكونش واحد التحيز في شي مجال، أون جينيرال تحية نضالية للمرأة، لا في البيت، لا في الواقع، لا خارج البيت، راه في المدرسة، في أي مجال. وبالنسبة للقانون الأستاذة اللي هضرات، قدرت نقول لكم واحد الحاجة. عشت ذاك المعاناة عاوتاني، لأن أنا كنعتز بالتاريخ ديالي وبالتجربة ديالي، دزت من الديفورس وعندي جوج وليدات اللهم لك الحمد، ومؤخرا عاوتاني تزوجت اللهم لك الحمد الحمد لله. مبروك مبروك. ولكن ملي تعاودت كامل كنت كنرونها، الأستاذة المحامية والله كنت قسيت ذاك المحكمة غير ذاك الصباح، كنت قسيت وتشوفي الناس بحال هكا قلوب العربية كنقلب عليهم الكفة، المرأة كتطلق وما عارفاش راسها كتطلق، كتجي عندي كتقول لي قراي لي الحكم كاع، لا شوف أنا راه كنطلقها، كتقول لي لا راجلي راه معايا وليداتي، كنقول لها جيت دخلت الإدارة يقراو لك، راه شنو المعاناة اللي كاينة في ذاك المجال عاوتاني ما نذكروش عليها، هذيك كتقول لي والأطفال أنا راه ولادي بغيت لهم غير باش يجيو للمدرسة يعني غير انتقام. قال لي القاضي حتى يصدر الطلاق وراه الطلاق بقى ناف موا اكسيبسيونيلمون ما كيدوش ستي موا بقى ناف موا وحكموه في رمضان حتى هو عاود اكسيبسيونيل ما خصوش يحكم في رمضان الا كنتي في القانون ودخلت عنده ومن بعد كيضرب لك وانت غادي نفس ديوان المداري شنو عليه ما يقراش مزيان راه ما كيقراوش خصك نقول لك واحد الحاجه قال لي كنتي تجي لافي وتفكريني في الدوسي زوينه هادي غادي نشوف محاميين المحاميه جايه ما مجداش العار انها داخله وما قاريش المذكره يقول لها داك الساعه ديال القاضي سيري لدار جدي وكنعطيك دو سيمان ها هي دي الثقه ديالي تهزت وانا خارجه كنبكي سيري غتحتابني من اللعب باش فهمتي شي استاذه ما تقولي ليش يعني راه الواقع فيه معاناه وهذا على اساس انني قاريه وفاهمه واعيه شي مدونه قريتها من اتزل كنت كنعاود لها ليسونس وغندخل عاود القانون علاش باش ندافع على الحقوق ديالي ورا ما خديتهاش دابا ما عنديش حقوقي تنفيذ مش كيمشي العام القضائي راه كيهرب سميتو وما تينفذلكش كيقول لك ما كاينش ويبقى الوضع على ما هو عليه والتبليغ ما كاينش وما عندناش لافورماتيك داكشي انفورماتيزي ما كيعرفوكش فين منين دزتي ما كيعرفوش الانسان منين داز شنو لك راه المعاناه كاينه استاذه والعيالات كاملين كان شي يوم النظام موجود وكنقول لكم il faut voir toujours la vie en rose حنا كنناضلو حتى واحد ما يستاهل ودائما كاين الامل حنا حيين كاين الامل وتازا واخا كتقولوا النضال ما كاينش راه غير من اجتهاد الجمع كاين هنا راه كانت عندنا حشومه فراس كتقول لي ماشي انا الجمعيه وماشي جمعيه الانسان واخي انا باش نجي عندك من هنا راه خليت بلادي والعائله وجايين عندي الضياف وحشومه اقسم والله الا راه حبيت نجيب الصوت في الطاكسي باش نوصل عندكم لهنايا برافو تحيه نضاليه تحيه نضاليه الاستاذه هذا الرشد النضالي علاش حكم ما تفوتنيش وخاصه وعارضين عليا في الدار الصناعه التقليديه وعارضين عليا لا هنا الاول استاذه هذا الشيء جامد عباد الله الانسان هو الاول تحيه نضاليه شكرا استاذه راه باش تجي باش تحضر الندوه وتفضلها على النشاط يعني ديجا تي بونس يعني ما بقاش النشاط هو اللي غادي يديك يعني مسيطر هو لان الناس يعني كنقولوا ما كاينش الوعي بنادم كيقول كيتبع غير النشاط الصباح والشطيح كينسى ما هو معقول وهذا هو المعقول وفريمون راه ما سخيتش منكم سخيتي خاصني نخلي واحد البصمه تحكي عليا لا ضروري ما تمشيش دابا بلاتي والله ما سخيت بكم يلا لالا شكرا استاذة تحية نضالية الاستاذة